السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الشابتر الثاني من محاضرة ديجيتال لوجيك ديزاين أو تصميم منطق الحاسوب. موضوعنا في الوحدة الثانية هو البولين الجبرا أند لوجيك جيت، تمام؟ فحنتكلم المرة هذه عن الجبر البوليني وإيش البوابات المنطقية. نيجي هنا على التعريف. What is an algebra؟ ما هو الجبر؟ هو mathematical system consisting of، هو عبارة عن نظام رياضي يتكون من set of elements، مجموعة من العناصر، set of operators، مجموعة من العمليات الرياضية، والaxioms and postulates هي عبارة عن إيش العمليات والإيش والخواص تبعتها، تمام؟ فعمليا إيش خواص العمليات axioms and postulates، تمام؟ طبعا ايش الامبورتنت في الموضوع هي ان الجبر بيعمل ديفايننج للرولز، بيحدد ديفاينز رولز اوف كالكوليشنز، يعني بيحدد طرق ايش عمليات الحسابيه، تمام؟ اكزامبل اريثمتيك اند ايش ناتشرال نمبرز، مثلا كمثال اللي هي الحساب في ايش على الاعداد الطبيعيه او الناتشرال نمبرز. مثلا عندنا سيت اوف اليمنتس ان، مجموعة N من العناصر اللي هي 1 2 3 4 مثلا، حتى كذا هي ايش ال N هذه النيشنال نمبر على الطبيعية، عليها مجموعة من العمليات الرياضية اللي هي الاوبريتر هي بلس ماينس والايش والمالتيبليكيشن وايش اللي هي الضرب. الاكسيومز عليها اللي هي خواص العمليات هذه مثلا او الخواص العمليات هذه الضرب والجمع والطرح، عفوا الطرح والجمع والضرب، يعني اسوشيتيفيتي اللي هي يعني ايش اسوشيتيف، ديستريبيوتيفيتي التوزيع، والكلاجر لها مجموعه منغلقه، والادتي نمبر اللي هو العنصر المحايد، تمام؟ فكيف يعني هذه العناصر اللي هي ايش يعني بالضبط؟ اكيد في معلومات سابقه من المدارس عن الموضوع هذا، لكن سنقوم الان برضو بالتفصيل فيها بزياده. ملاحظة هان operators with two inputs are called binary، يعني أي operator زي الجمع والطرح والضرب مثلا بده x ضرب y أو x ناقص y x زائد y، يعني في two inputs يعني له مدخلين وبطلع output واحد، فسموه هذا binary، عملية ايش ثنائية فيها مدخلين، وهذا مش معناته بالضرورة إنه يكون بس عندنا ايش two elements، يعني يمكن يكون ثلاثة يعني x زائد y زائد z، لكن العملية تتطلب على الأقل عنصرين. فدون هذا does not mean they are restricted to binary numbers، يعني هذا معناته مش معناته ان binary العملية ان هي فقط محدودة بالأعداد الثنائية الصفر والواحد، لا هي بس بتاخذ ايش بدها عشان ننفذ العملية بدها ايش two inputs مدخلين، ما ينفعش نقول x زائد وقف، لا لازم x زائد شيء ثاني مثلا، فبدها مدخلين، هي الباينري مش انها بتطبق بس على binary numbers، هي تكون نقطة واضحة. الاوبريترز او العمليات اللي بدها انبوت واحد بسموها يونري، تمام؟ زي ايش؟ زي الانفرجن المعكوس، يعني اكس داش بتساوي واي، فعندنا بس دخلنا اكس وعكسناها صارت بتساوي واي، فهو عمليه بانبوت واحد وسموها هذه يونري. هي هذه الملاحظه تكون مفهومه. طيب بيزك ديفينيشنز ايش تعريفات اساسيه؟ A set of collection of having the sum ايش بروبرتي، يعني الست يعني هي المجموعه عباره عن مجموعه من العناصر عندها سم ايش بروبرتي، عندها بعض الخصائص. طبعا مثلا اس عباره عن ست واكس اند واي اليمنت اور ايفنت، يعني الاكس والواي عناصر او حدث بيكون جزء من هذه المجموعه. مثلا عندنا ايش اس بتساوي 1 2 3 4، تمام؟ اذا اف اكس بتساوي 2 then x بتكون ايش element of s، يعني اذا كان x بتساوي 2 إذا تكون x عنصر من المجموعة s، و if y بتساوي 5 فيش عندنا هان 5، إذا y isn't an element of s، يعني y لا تكون ايش يعني لا تنتمي أو عنصر لا ينتمي إلى المجموعة s. هذه عشان نفهم ايش مجموعة الست، هي مجموعة من العناصر أو الـ events بتكون ايش مجموعة في داخل ايش مجموعة واحدة، تمام؟ يا تنتمي إليها. A binary operator defines on a set S of elements is a rule that assigns to each pair of elements from S a unique element of S. بمعنى الباينري اوبريتر اللي هو بيقوم
بما انه زي الجمع والطرح يعني بين مدخلين، ديفاينز من الست بيكون معرف على المجموعه، مجموعه العناصر اس از رول ذات اساينز، هو عباره عن قاعده تتم عن طريقها تعمل اساينينج او تحديد تو ايتش بير اوف اليمنت فروم اس ا يونيك اليمنت فروم اس، يعني تعمل اساينينج لكل كناتج العمليه هذه لكل عنصرين من المجموعه اس عنصر واحد من مجموعة S. تمام. For example, given a set S, consider A star B بساوي C, and star is a binary number. Star هي عبارة عن عملية. Given إيش a set S عنا وعنا ال A star B بساوي C. و star هي is a binary number. If A and B through star get C, and A, B, C element of S. إذن إيش then star is a binary operator of S. تمام. يعني بتكون في الحالة هذه مدام الناتج اللي نتج عملية star هذه C برضو عنصر من عناصر S، فبكون star هذه هي عملية binary في ال operator of S. تمام. إيش على عملية ثنائية من داخل المجموعة S، لأنه الناتج برضو كان من داخل المجموعة S. On the other hand إذا كانت S اللي كانت star بتطلعش ال binary operator of S and A B element of S then إيش then C isn't an element of S. بمعنى إذا كان هي العملية star هذه مش عملية binary من قائمة على المجموعة S، وكان معروف عنا مسبقا إنه ال A وال B عناصر من ال S، فإن إيش الناتج هذه اللي هو الناتج العملية اللي أصلا مش binary operation في C، بتكون إيش الناتج تبعها اللي هو C ليس عنصرا من عناصر المجموعة S. يمكن نوضح الموضوع أكثر في قادم. The most common postulates used to formulate various algebraic structures are as follows. تمام. فعندنا البوستوليتس هذول اللي بتحاول الخواص اللي بتحدد ان العمليه بتعمل فورموليشن لتركيب معينه بالجبر، هي اول حاجه الكلاجر. الكلاجر يعني عندنا مجموعه اس بتكون كلوزد وذ ريسبكت تو باينري اوبريتر، بتكون مغلقه في مغلقه زي ما حكينا قبل شويه، مغلقه فيما يتعلق في عمليه رياضيه معينه. إذا كان دائما أي بير of elements of S أي أخذنا أي عنصرين من عناصر المجموعة S، the binary operator specific a rule specifies a rule for obtaining a unique element of S. تمام. فعمليا بيكون الإغلاق هذا إنه لو طبقنا أي العملية هذه على المجموعة S بيكون ناتج العملية هذه برضو عنصر من عناصر إيش S. مثلا natural number اللي هي عدد طبيعية ال n من 1 2 3 حتى ما نهاية is closed مغلقة طبعا with respect to the binary operator plus، يعني مغلقة فيما يتعلق بالعملية الرياضية الجمع. by the rule of arithmetic addition مع طريقة العملية الرياضية الطرح عفوا الجمع الحسابي، لأنه for any عنصرين في أي عنصرين A and B من عناصر المجموعة N اللي هي الطبيعية there is a unique C، هيكون في عندنا عنصر محدد اللي هو C عنصر برضو من عناصر المجموعة N الطبيعية، زي مثال A زائد B بيساوي C. إذا كان A عنصر طبيعي عدد طبيعي و B عدد طبيعي وعملية رياضية هذه وعملية جمع، حتكون C طبعا دائما عدد طبيعي. لكن الأوبريتر ماينس اللي هو الطرح عملية الطرح يعني is not closed for n، مش مجموعة مغلقة على العملية الطبيعية. ليش؟ لأنه قلنا 2 ناقص 3 هيطلع الجواب ناقص 2 ناقص 1 عفوا، وناقص 1 ليس عنصرا من عناصر المجموعة الطبيعية، لأنه العملية الطبيعية بتشمل 0 1 2 3 عدد موجبة فقط مش عدد سالبة، وبالتالي يكون الطرح عملية غير مغلقة not closed على المجموعة الطبيعية n. و 2 and 3 are element of n but minus 1 isn't an element of n، وبالتالي بتكون عملية الطرح عملية ايش؟ ليست مغلقة في عمليه الطبيعية. تمام. not a binary operation of being of set n. تمام. مجموعة n طبيعي عدد طبيعي. هاي فهمنا بجنيك فهمنا الاستاذ اللي قبل ايش يعني not a binary operation operator في من المجموعة او المجموعة اس ايا كانت هذه المجموعة. في الحالة هذه السالب بينا قصة انه كيف يكون مش الطرح مش مجموعة مش عملية
باينري من عمليات المعادلة الطبيعية، لأنه بيطلع عنا الناتج برا الأقواس، برا العملية عفوا، برا لا عناصر المجموعة إن. أسوشيتيف فلو، تمام، أسوشيتيف فلو اللي هو موضوع إنه إحنا ممكن نبدل الأقواس وحركها ونقدمها زي ما إحنا عارفين. باينري أوبريتر مثلا ستار هنا ست أوف إس مجموعة S is said to be associative whenever لما يكون associative لما يكون X star Y بين قوسين star Z بساوي X طلعناها برا القواس star Y star Z بين قوسين for all X Y Z، يعني عملية تبديل الأقواس تحريكها الأمام والخلف لا تؤثر في قيمة الناتج من عملية رياضية زي هذه، تمام. كمثال في العملية الطبيعية X زائد Y زائد Z وين كانت الأقواس بيكون نفس الناتج بتساوي X زائد افتح قوس Y زائد Z، تمام. هذا associative loop. الكوميتاتيف لو اللي هي الابدال بسموها باينري اوبريتر ستار اون سيت از سيد تو بي كوميتاتيف ونيفر بيكون دائما كوميتاتيف، يعني عمليا الابدال لما يكون اكس ستار واي بيساوي واي ستار اكس فور اول اكس ان واي اليمنت اوف اس، يعني اكس زائد واي بيساوي اكس بيساوي واي زائد اكس، تمام. الامور ثاني مش صعبه وواضحه جدا يعني. الايدنتي اليمنت، الايدنتي اليمنت هو العنصر المحايد، عندنا دائما في عنصر محايد في ايش في كل عمل في كل مجموعة اعداد او مجموعة عناصر. مثلا عندنا لما نطبق الاوبريتر ستار هذا على في الاس لازم يكون في عندنا exist an element e ايش of s with the ايش property that element لهذا الاي ستار اكس بيساوي اكس ستار اي وبيساوي اكس، يعني هذا العنصر المحايد ده يغير من قيمه العدد اكس عند تطبيقه واستخدامه مع الاوبريتر ستار هذا تبعه، تمام. فلكل عمليه لازم يكون في عنده عنصر محايد. كمثال الصفر في الجمع، الصفر زائد اكس بيساوي اكس زائد صفر بيساوي اكس، لا يغير من قيمه المجموع معه. ايش مجموع مع الصفر؟ بضل الاصل انه العنصر يحتفظ بقيمته ويتغير. فأي الاي عنصر اكس اليمنت من ايش من اي واي بتساوي صفر يعني نفس نقطتين كذا كذا ايش بتساوي اي اللي هي انتجر عفوا وهي يعني العدد الصحيح ايش من السالب والموجب، يعني العدد الصحيح الانتجر يعني العدد السالب والعدد الموجب. وعندنا هان 1 ستار اكس بتساوي اكس ستار 1 بتساوي اكس فور افري اكس اليمنت اوف اي، يعني اي بتساوي ايش كذا كذا، تمام. بتساوي والاي انتجر مجموعة اعداد ايش الصحيحه. فبالنسبه للضرب عندنا العدد المحايد هو الواحد، اضرب اي عدد واحد بضل نفس الناتج، تمام. الانفيرس المعكوس تبعه اسيت ذات هافينج الايدنتي اليمنت وذ ريسبكت تو ذا باينري اوبريتر تو هاف انفيرس ونيفر، يعني اي عدد مثلا طبقنا عليه العمليه الرياضيه معكوسه هيطلع الناتج هو العدد المحايد، يعني بنقول مثلا x زائد ناقص x بيطلع الجواب ايش دائما صفر، عدد محايد في عمليه ايش اللي هو الصفر عدد المحايد في عمليه الجمع. x ضرب 1 على x بيطلع الجواب 1 وهو العنصر المحايد في عمليه الضرب، تمام. كمثال the operator plus over integer numbers على الصحيحه with e اللي هو طبعا ضرب عندنا with e بتساوي 0 العنصر المحايد في الجمع عفوا البلس والجمع والعمليه العدد الصحيح عندنا اللي هي الاي والاي اللي هو ايش العنصر المحايد بيساوي صفر في مع الجمع طبعا. the inverse of element ايش a is minus a لانه a زائد minus a بتساوي زيرو، بمعنى العدد مع معكوسه بيطلع الجواب عندنا من العنصر المحايد، فهذه خاصيه الانفرس او العنصر ايش او المعكوس العدد. ديستريبيوتيف لو اللي هو قانون التوزيع، لما كنا عمليه مثلا ايش ستار او ايش الضرب، يعني R2 binary operators الستار والنقطة هذه R2 binary operators عمليتين، عملية الدوت وعملية ايش الستار بتوزعوا على بعض. فبنقول مثلا ايش is said to be distributive over ايش دوت، يعني الستار ممكن نوزعها على الدوت. كم مثلا كمثال x star y dot z بتساوي x dot x star z y dot x star z، تمام. فوزعنا الضرب او العمليه ستار هذا على النقطه على الدوت، زي ما بوزع الضرب على الجمع في الاقواس في الجبر تبع المدارس، هي خاصيه التوزيع. لو وزعنا الستار على الداخل صارت x star y dot x star z، تمام. هي التوزيع، تمام. طيب نيجي هان على موضوع الجبر البوليني وناخذ
ناخذ لمحه تاريخيه عنه عشان نفهم القصه اللي بنحكي عنه هذا، في بعد ما فهمنا شويه قواعد الجبر والاسوشيتيف والديستريبيوتيف والنيوترال اليمنت وباقي خواص ايش العمليات الرياضيه فيما يتعلق في بعض العمليات الجبريه على مجموعه من العناصر، زي ما قلنا مجموعه ايش المجموعه الاعداد الطبيعيه مع الجمع، وكيف انه هنا خواص اللي هي العنصر المحايد والابدال وما الى ذلك، والضرب على العنصر المحايد تبعها في مجموعه الانتجر نمبرز اللي هي العدد الصحيحه او ما الى ذلك، وطبقنا الخواص هذه على الاوبريترز اللي هي ايش الباينري اوبريترز في مجموعه الاعداد المختلفه الطبيعيه والانتجر عشان نفهم الخواص اللي حكيناها قبل شويه. الان وصلنا لموضوع جديد في الجبر، لأنه كل حكي كان عن الجبر بشكل عام الآن مجموعة عناصر غير، الآن نحكي عن جبر خاص وجبر الجبر إيش البوليني، يسموه إيش الجبر إيش بوليان الجبرة، بوليان الجبرة. عشان نفهم القصة مين هو فاذر بوليان الجبرة، هذا عالم رياضيات اسمه إيش جورج بول، ماشي جورج بول. هذا جورج بول هو عمل بوليان الجبرة، انولد في 1915 وتوفي في 1864، يعني قال ما يطلع في حاجة اسمها كمبيوتر في الدنيا، اللهم نجع باله يعمل رياضة جديدة. هاي الرياضة تستند إلى أنه في عنا عمليات أساسية Basic Operations، هذه Basic Operations هم الأكثر استخدام، نعبر عن الطبيعة باستخدام هاي العمليات، هذه العمليات الأساسية الثلاثة اللي هي العمليات هاي الثلاثة، هي الأند والأور والنط، إيش الانفيرجن العكس ينعكس القيمة. It was كانت هذه these three functions that formed the basic of his premise. تمام. فعمليا كل تصوراته كان هي متمحورة أو انبنت على هذا إيش الثلاث functions هذولا اللي هن الأند والأور والنط. These premise. تمام. And were the only operations necessary to perform comparisons or basic mathematical functions، وهدول الاوبريشنز الاساسيه عشان نعمل فورمينج او نكون اي مقارنه او اي عمليه رياضيه او داله رياضيه محايش اساسيه. تمام. فالبولز سيستم ديتيلد ان هيز ان انفستيجيشن اوف ذا لوز اوف ثوت اون ويتش ار فاوندد ذا ماثيماتيكال ثيوريز اوف لوجيك اند بروبابيلتيز 1854، يعني في 1954 عمل كتاب بالعنوان هذا وبدأ يحط فيه أسس نظريته اللي هي Investigation of the Laws of Thought، اللي هي بدأ يطرح فيها الرياضيات تبعته الجديدة هذه. He was based on a binary approach، يعني كان كل طرحه موضوع على إيش، على binary approach، يعني بيعمل على أساس إنه إيش يحط طريقة في البحث تعتمد على الثنائية فقط الباينري. تمام، يعني صح أو غلط، صفر أو واحد، في أو ما فيش، true or false، هيك فكرة كانت. Crossing only two states أو two objects، يعني بقارن حالتين أو عنصر أو حاجتين، يعني objects يعني the yes no true false on off zero one. تعمل هو كل أمور هذه بناها على الحالتين، على الحالة هذه اللي هي نعم أو لا، صح أو خطأ، on off أو zero one. تمام. Approach سبرازين المدهش، لكن انه given his standing in academic community، لما هذا التصور تبعه طرحه في العالم الاكاديمي والوسط الاكاديمي، بولز ايدياز واز ايذر كريتيسايزد، كانت افكاره دائما تقع تحت الايش الانتقاد، او انه كومبليتلي اجنورد، او تم تجاهلها تماما by the majority of his peers، مع كل زملائه الاكاديميين والعلماء الرياضيات. Eventually one bright student، بس في بالصدفة انه في واحد طالب من الطلاب الاذكياء تبعونه اسمه كلاود شانون. كلاود شانون هذا في المولد من 1916 عاش لعند 2001، picked up the idea and ran with it، واخذ الفكرة هذه وكمل عليها. تمام. فكان الجبر كله هذا بنعرفه اليوم، جبر الثنائيات صح غلط 1 0 مش عارف شو هو، مبني على جورج بول، وهذا اسمه ايش بوليان الجبرة. تمام. وهذا الطالب تبعه الذكي اللي هو كلاود شانون كمل مشواره بعدين لاحقا وبنى على نظريته الأساسية. تمام. طيب اكسيوماتيك ديفينيشن اوف بوليان الجبرة، يعني الان ايش
التعريف الاساسيه المحدده لايش البوين الجبرا. وي نيد ديفاين الجبرا فور باينري فاليوز ديفلوبد باي جورج ابولي بولي اللي هم ان 1854. فاول حاجه طور الايش الباينري فاليوز او عمل ديفينيشن للالجبرا فور باينري فاليوز في 1854. هانتنجتون بوستوليتس فور بوين الجبرا 1904. في 1904 تم تطبيق ايش البوستوليتس تاعت هانتنجتون على البوين الجبرا. ايش هم هذول البوستوليتس؟ انه عندنا مجموعه اللي هي البي بتساوي من 0 1 صحيح، يعني تو باينري اوبريشنز، عندنا تو عنصرين 0 1 وعندنا عليهم بتطبق تو باينري اوبريشنز هم البلس اند دوت. تمام، بلس اند دوت هو الجمع والضرب. تمام، كلاجر اللي نكون مجموعه مغلقه وذ ريسبكت اوبريتر بلس اند اوبريتر دوت اللي هي الضرب، يعني نكون المجموعه مغلقه، يعني لا يمكن العنصرين هذول نجمع اي واحد فيهم مع الثاني او واحد مع نفسه ليطلع الجواب من داخل المجموعه بي، يعني لازم يطلع الجواب دائما صفر او واحد. وينطبق الموضوع هذا على الضرب والجمع بلس اند دوت. تمام، identity element of 0 for operator plus and 1 for operator ايش دوت، يعني في عندنا عنصر المحايد بكون عندنا الواحد لعملية الجمع والايش عفوا الصفر لعملية الجمع والواحد لعملية ايش الضرب. commutativity اللي هي ايش عملية الابدال ايش with respect to plus and dot، يعني x زائد y بيساوي y زائد x، x زائد x ضرب y بيساوي ايش y دوت x، نفس الموضوع اللي هي الابدال. distributivity اللي هي التوزيع of dot over plus and plus over dot. تمام، يعني موزع الضرب على الجمع والجمع على ايش على الضرب في عملية ايش على المجموعة البي بيساوي فيها بس الباينري 0 و1. يعني x دوت y زائد z بين قوسين بتساوي x y زائد ايش x z، and x زائد y دوت z بيساوي x زائد y دوت x زائد z. فوزعنا هنا الجمع على الضرب. complement of for every element x is x dash with x زائد x dash بتساوي 1. في عندنا complement او مكمل او معكوس لكل عنصر x والx dash بحيث يكون x زائد x dash بتساوي 1 والx ضرب x dash بتساوي ايش الصفر، لانه حكينا انه اي عنصر مع معكوسه بيكون بينتج حسب العمليه الرياضيه عندنا ايش العنصر المحايد. فالجمع العنصر المحايد واحد وللضرب عندنا العنصر المحايد صفر. There are at least two elements x y element of b such as x ايش لا يساوي b، يعني على الاقل في عندنا عنصرين ايش في المجموعه b اللي هم x و y، طبعا لازم يكون x لا يساوي y فده عندنا صفر واحد. فهي مجموعه فيها عنصرين اللي هم يجب ان يكون على ايش هذول العنصرين غير متساويين مش نفس العنصر يكونوا. تمام، عشان يكونوا مجموعه عن جد. طيب الترمينولوجي للبوين الجبرا، اول حاجه الليترال بتكون الترمينولوجي من هاش او التعريف تبعتها اساسياتها. عندنا الليترال بتكون من الحروف اللي هي الفاريبلز، اي فاريبل اور اتس كومبلمنت، يعني العنصر او معكوسه المتغير، يعني اي او اي داش اكس او اكس داش او ما الى ذلك، يعني الصفر او الواحد، بس انا نرمزها بالرموز الاي بي سي دي كذا. برودكت تيرم ليترال ايش كوندكتد باي زيرو اللي هي ايش عمليه الضرب اللي هي الدوت هذه، والسم تيرم اللي هي عمليه ايش الجمع. هاي الترمينولوجي تبعك. طيب نطبقها الان على المجموعه بي فيها 0 وال1 اند ايش 2 اوبريشنز بلس اند ايش دوت. ذا رولز اوف اوبريشنز اند اور اند نوت، مثلا عندنا حاجه كلاجر بلس اند ايش زيرو، بس الان عندنا عنصرين اكس واي 0 0 0 1 1 0 1 1، طبقنا الدوت عليها حيطلع الجواب عندنا 0 0 0 1. فالعمليه بالنسبه للضرب ايش عمليه مغلقه، لانه لما ينتج عندنا عنصر في الناتج من خارج المجموعه اللي هي 0 و1 نكون عندنا 0 او 1 نتائج. الاور بالنسبه للجمع نفس الموضوع 0 0 0 1 1 0 وايش و 1 1، بيطلع الجواب عندنا هان 0 1 1 1 الناتج وكلها من عناصر المجموعه ايش 0 1، وبالتالي العمليه مع الجمع برضه مغلقه العمليه الرياضيه. والنط الاكس بيطلع المعكوس تبعه الاكس داش 0 بتصير 1 و1 بتصير ايش 0، وهي برضه عمليه مغلقه
عملية الانفيرجن او العكس، هذه عملية مغلقة في على مجموعة عناصر B اللي فيها ايش؟ 0 and 1. The identity element اللي هو عنصر المحايد بالنسبة للجمع هو الزيرو، لأنه هاي لما جمعنا أي شيء مع الزيرو طلع نفس القيمة. شوف هاي الناتج، أنا زيرو زائد واحد طلع واحد، واحد زائد زيرو طلع واحد، واحد زائد واحد بيساوي إيش؟ هذا مش زيرو، مش عنصر محايد، والزيرو طبعا مع زيرو طلع زيرو لأنه متغيرش. فهو وبالنسبة للضرب اللي نضرب في واحد بيطلع الجواب واحد، فعندنا هان لما ضرب واحد في واحد طلع الجواب واحد، غير هيك ما كان في عندنا أصفار وكان الجواب يطلع ده صفر. فعنا الاليمنت موجود برضه فيما يتعلق في عملية الضرب على مجموعة عناصر بي بتكون من 0 و 1. تمام. طيب نكمل. The commutative laws, the distributive law. ايش الكوميتيف قلنا؟ اللي هو العملية ايش؟ اللي هي انه لما ندخل العناصر في بعض او المجموعات في بعض تصير عمليه الكومتيتيف ايش وارده، بمعنى وين حطينا الاقواس تفرقش، يعني اكس زائد واي بين قوسين زائد زد بتساوي اكس زائد افتح قوس واي زائد زد. تمام. فمش مثلا بنلاقي المجموع هذا الموضوع هذا ايش مثبت، والديستريبيوتيف لو اللي هي موضوع التوزيع، نقسم الضرب على الجمع او الجمع ايش على الضرب. تمام. هنلاقي عندنا هان في الحالة هذه، بنلاقي في الحالة هذه عندنا ثلاث مدخلات x y and z. ال y زائد z بتساوي 0، طبعا زي ما احنا عارفين 0 0 0 طبعا عندنا هان جمع بيطلع، ودام عندنا عملية جمع فايش وين ما يكون في عندنا واحد هيطلع الناتج عندنا واحد، فأي أي كان أي أي انبوت بين الثلاثة واحد يكفي انه يكون يجعل الاوتبوت ايش واحد. تمام. عندنا هان ال عندنا هان 101 بيطلع هان 1 1101 11 كذا ايش 1. لاحظ هان واي زائد زد 0 زائد 0 بيطلع 0، 0 زائد 11 1 زائد 0 1 1 زائد 1 بيطلع 1، 0 زائد 0 بيطلع 0، 0 زائد 1 1 1 زائد 0 بيطلع 1 1 زائد 1 بيطلع 1. طبعا في عندنا واحد باليد بروح هذه العمليه بنشوف حكينا عنها زمان. المهم هذا هو الواي زائد زد، هقيت نوزع الاكس على الواي زائد زد، هيها 0 ضرب 0 0 0 ضرب 1 0 0 ضرب هتكون اصفار، حيطلع الجواب يكون عندنا اصفار، وما في صفر في الضرب المضروب حيطلع صفر، وعندنا هان صفر حيطلع الجواب صفر. ظل لما يكون عندنا هان 3 1 هان 1 وهان 1 طلع الجواب عندنا هان 1. تمام. فهذه عملية ايش؟ انه دخلنا الـ x y زائد z. لقيت ايش الفكرة؟ انه نعمل عملية توزيع عن طريق التيبل، بمعنى نقول هان x ضرب y زائد z هي نفس الناتج لما نقول ايش؟ x ضرب y زائد x ضرب ايش؟ z. شوف كيف؟ اللي هي x ضرب y x ضرب z جبناهم، يعني نقول هان x ضرب y ويكون في اصفار بيطلع الجواب 0 0. صفر 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 وهان صفر واحد برضه هطلع جواب صفر صفر. تمام. نيجي عندنا هان عند اكس ضرب واي لما يصير عند هان واحد صفر برضه صفر، واحد صفر هطلع جواب عندنا صفر. تمام. طيب وعندنا في الاكس زد هان في الحاله هذه بس انه عندنا الزد هان بيساوي واحد، فواحد ضرب واحد هيطلع الجواب عندنا واحد، وهان اكس واي واحد ضرب واحد برضه واحد، الزد هان عندنا صفر، واحد ضرب صفر حيطلع الجواب عندنا هان صفر، واحد ضرب واحد بيطلع الجواب واحد، واحد في الاكس ضرب واحد في الزد هان حيطلع الجواب عندنا هان واحد. الان الفكره انه نجيب الاكس واي زائد اكس زد بتساوي قديش؟ اجمعهم صفر زائد صفر بيطلع الجواب صفر، اللي هو هان بالضبط صفر زيه بالضبط، صفر زائد صفر بيطلع الجواب صفر اللي هو هنا بالضبط. فلو نقارن هان x ضرب y زائد x ضرب z بعد ما وزعنا ان الضرب على داخل القوس المضروب على الاقواس، يعني وزعنا الضرب على الجمع، هنلاقي عندنا الناتج في الحاله هذه بدون التوزيع او مع التوزيع نفس الناتج. فبالتالي اثبتنا هان ايش؟ قانون التوزيع ديستريبيوتيف الاوز. طب الكوميتيفيتي بدهاش اثبات، لانه x زائد y زائد z وين ما حطينا الاقواس حيطلع نفس الناتج، لانه x زائد y زائد z سواء كان الاقواس حول اكس زائد واي او الاقواس حول واي زائد زد حيطلع نفس الناتج بالنسبه للثلاثه. تمام. وهذا مثبت مسبقا في امثله سابقه. تمام.
اوكي الان الكومبلمنت المكمل عندنا الاكس زائد اكس داش بيساوي واحد، قلنا اي عنصر نجمعه مع مكمله بيكون بيعطي العنصر المحايد في العمليه الرياضيه، يعني في الجمع عندنا العمليه الرياضيه واحد مع الجمع جمعناه مع مكمله في الجمع حيطلع المكمل العنصر المحايد في عمليه الجمع. ف 0 زائد 0 داش بتساوي 0 زائد 1 وبتساوي لانه 0 داش بتساوي المعكوس الصفر بيطلع 1 في عمليه الباينري وبيطلع الجواب عندنا 1. الواحد زائد واحد داش يعني واحد زائد صفر صارت بيطلع جواب برضو عندنا واحد، فبالتالي عندنا دائما موضوع الكومبلمنت اللي هو بتطبيق العملية الرياضية عليه بيطلع يعني العنصر المحايد برضو ايش الخاصية هذه، خاصية هذه اسمها الاكسيومز هذه اسمها ايش او البوستريت هذه او الاكسيوم برضو ايوه بسموها العرب بالعربي خاصية برضو مثبتة، يعني خاصية العنصر المحايد بالنسبة لموضوع الكومبلمنت. طب موضوع الكومبلمنت بالنسبة لموضوع عملية الضرب حنلاقي برضو ايش ما ضربنا عنصر مع الكومبلمنت تبعها يطلع لنا عندنا العنصر المحايد تبع الضرب اللي هو الصفر. فصفر ضرب صفر داش بتساوي صفر ضرب واحد بتساوي صفر. واحد ضرب واحد داش بتساوي واحد ضرب صفر وبتساوي برضه الناتج في النهايه برضه ايش؟ صفر. فبالتالي عندنا العمليه الناتج دائما هي ايش؟ العنصر المحايد في عمليه الضرب اللي هو ايش؟ الصفر. has two distinct elements 1 and 0 with 0 لا يساوي 1 وعنده على الاقل الاكسيوم السادس اللي اثبتناه الان انه في عنده على الاقل عنصرين مختلفين اللي هم الواحد والصفر والصفر لا يساوي الواحد. بهيك احنا اثبتنا الخمس شروط المطلوبه اللي كنا نحكي عنها في التري هذه في هذا في الايش في قبل شويه في خواص المجموعه اللي ايش الاكسيوم اكسيوماتيك ديفينيشن اوف الجبرا وايش هي العناصر والشروط اللازمه حتى تكون عباره عن مجموعه رياضية. تمام. طيب حكينا هنا عن ال ايش has two distinct elements of 1 and 0 0 يساوي 1. تمام. نوت لاحظ انه A set of two elements اللي هو يعني مجموعة من عنصرين البلس اور هو بيساوي او اللي هو الاور اوبريشن والدوت اللي هو عبارة عن الاند اللي هو الضرب يعني هو الاند اوبريشن a complement or operator اللي هو عنصر مكمل والنوت اوبريتر اللي هو الانفرتر اللي بيعكس يعني القيمه والباينري لوجيك از تو فاليو ايش الجبرا الباينري لوجيك ايش المنطق الثنائي هذا هو عباره عن جبر بوليني مبني على ايش تو فاليوز تمام على قيمتين. تمام. هذه الملاحظات يجب ملاحظتها من اليوم وطالع عشان نفهم كل قواعد الجاية تبعت الجبر البوليني واستخداماتها. تمام. اوكي دواليتي ايش الدواليتي؟ The principle of duality is an important concept يعني هي وصفة دقيقة جدا مهمة جدا في موضوع الجبر البوليني. ليش؟ This says that if an expression is valid in Boolean algebra the dual of that expression is also valid يعني كان في عندنا أي expression أي مصطلح جبري valid في الجبر البوليني الدواليتي تبعته الدول تبعه حيكون برضه ايش؟ أو دول expression حيكون برضه ايش؟ نافذ أو صالح أو valid يعني أو صحيح يعني. To form the dual of an expression حتى نبني الدول للإكسبريشن هذا هنعمل التالي هنعمل replacement للبلس operator with dot operators يعني هنقلب الجمع إلى ضرب. تمام. أو وكمان all dot operators كل عملية ضرب سنقلبها إلى إيش عمليات جمع. تمام. وكمان نقلب all ones to zeros ونقلب كل الزيروز الى ونز. تمام. فنقلب الواحد لوحدات الاصفار والاصفار لوحدات والعمليه الجمع الى ضرب والضرب الى جمع هاي الدواليتي. تمام. وبكون الاكسبريشن برضه صحيح ويكون برضه مساوي له في القيمه بمعنى to form the duality of an expression a زائد b c الدواليتي تبعتها شو؟ بنقلب الجمع الى ضرب والضرب الى جمع فعنا ايش بتصير عندنا هان a زائد b لانه هذه ايش؟ ايش؟ وبعدين وال A زائد C، كيف صار الكلام هذا؟ قلبنا ال A هذه البلس عفوا هذه الى ضرب، صارت A ضرب B وال B هذا الدوت اللي بين ال B وال C ضربناها ايش؟ الى جمع، صارت A دوت B بلس C، ووزعنا الجمع على الضرب، صارت A بلس B ضرب A زائد C، تمام؟ فهمناها النقطة هذه، هذا صارت هان ضرب في النص، صارت جمع. وهاي الجمع صارت ضرب وزعنا الضرب على الجوة صار عن A زائد B ضرب A زائد C following the replacement rules عندنا كيف بتصير A ضرب B زائد C هاي نفسها هذه حولنا الجمع إلى ضرب والضرب إلى جمع صارت بتساوي A B زائد A C تمام صارت بتساوي إيش A B Z
زائد AC. تمام؟ طب هذه هي القصة. أوكي. Take care not to alter the location of the parentheses if any are present. يعني انتبه في الحالة الدولية هذه لما نقلب الضرب إلى جمع الأصفار إلى وحدات في القيام لا نغير مكان الأقواس. إذا كان في أقواس موجودة لا يجوز لنا تغيير مكانها لأنه هذا سيؤدي إلى خلل في قيمة الإكسبريشن. تمام؟ قيمة المعادلة الجبرية. عندنا هان تيبل بتوضح لنا البوستوليت وقواعد الجبر البوليني. عندنا البوستوليت 2 بيقول لك انه اكس زائد 0 بتساوي اكس، وفي العنصر المحايد اكس ضرب 1 بتساوي اكس. البوستوليت 5 بيقول لك اكس ضرب اكس داش بتساوي 1، يعني العنصر زائد اكس زائد اكس داش بتساوي 1 لما نجمع العنصر مع المحايد تبعه حيطلع عندنا العنصر المحايد الجمعي، والاكس ضرب اكس داش حيطلع عندنا المحايد الضربي اللي هو الزيرو. الثيوريم 1 x زائد x بتساوي x، نفكر فيها كويس، احنا قاعدين مع اصفار وحدات، فلو جمعنا 1 زائد 1 في الجبر في الباينري حيطلع الجواب 1، جمعنا 0 زائد 0 حيطلع الجواب 0، فكيف بكون بطلق قاعدة x زائد x بتساوي x في الجبر في الجبر البوليني، هذا الثيوريم 1، والx ضرب x برضه بتساوي x، ليش؟ لو ضربنا 0 في 0 بيطلع الجواب 0، ضربنا 1 في 1 بيطلع الجواب 1، وطبعا عندنا الx راح تكون يا 0 يا 1. فحكون ضمن الجواب عندنا في الناتج هو بيساوي اكس، لانه لو كانت اكس بتساوي صفر هيطلع الجواب صفر، لو كانت اكس بتساوي واحد هيطلع الجواب واحد، نفس القصه هنا انه عندنا بس اكس بتساوي يا صفر يا واحد، فجمعنا الواحد مع الواحد هيطلع الجواب واحد، جمعنا صفر مع صفر هيطلع الجواب صفر، هيطلع الجواب هو اكس نفسه. ثيوريم 2 اكس بلس 1 بتساوي 1، وهذه مفهومه، لانه بغض النظر عن قيمه اكس في الجبر البوليني سواء كان لان اكس تحمل القيمه من واحد من ثنتين، يا اما صفر يا ايش؟ يا واحد. فيكون لو كانت واحد حيطلع جواب واحد زائد واحد بيساوي واحد، ولو كانت صفر ما في الجمع صفر زائد واحد حيطلع الجواب برضه واحد. فاذا اين كانت قيمة اكس اذا جمعناها مع الواحد في الجبر البوليني حيطلع الجواب عندنا واحد. والضارب ايش ما نضرب في الصفر حيطلع الجواب صفر، لانه دائما هي قاتل اند هذه، اكس ضرب صفر حيطلع صفر، سواء كانت صفر اكس بتساوي واحد او كانت بتساوي صفر، هذا لانه لن يغير انه الضرب هان في صفر، فسيكون الناتج دوما ايش؟ الناتج دوما صفر. نيجي هال ايش انفوليشن اللي هي عملت ايش اللي عندنا انفيرجن وكمان انفيرجن، يعني عندنا اكس داش جاء في داخل الاقواس اللي هي كمان مره اكس داش، فبتساوي ايش؟ عكست المعكوس، فلما تعكس المعكوس كمان مره برجع لاصله بصير اكس داش داش بتصير اكس. تمام؟ كوميتيتف اللي هي عمليه الابدال اكس زائد واي بتساوي واي زائد اكس، طبيعي في كل العمليات الرياضيه الجمعيه في الجمع ده مطبق العلاقه هذه، وها برضه في الضرب اكس واي بتساوي واي اكس، هاي الابدال. اسوشيتف اللي هي ايش؟ وين محرك الاقواس بيطلع نفس الناتج، يعني اكس زائد واي زائد زد بتساوي اكس زائد واي زائد زد، في الضرب نفس الموضوع اكس ضرب واي زد بتساوي اكس واي ضرب زد، نفس هذه حط الاقواس لن تغير من قيمه الناتج. ديستريبيوتف هي ايش؟ اكس واي زائد اكس ضرب واي زائد زد بتساوي ايش؟ موزعها اكس ضرب الواي زائد ايش؟ اكس زد. وهان اكس زائد واي زد بتساوي اكس زائد واي، هان ضرب اكس زائد ايش؟ زد. تمام؟ فهان عمليا احنا ايش عملنا؟ اكس زائد واي ضرب ايش؟ اكس زائد زد. ايش عملنا عمليه الديستريبيوتيف؟ وزعنا هان الجمع على الضرب، وهان وزعنا ايش؟ الضرب على الجمع. دي مورغان انه عندنا اكس زائد واي بين قوسين داش، يعني معكوس الاقواس كلها. القصه بتقول لك دي مورغان وزع الداش على العناصر اللي جوا في داخل الاقواس واقلب الاشاره، فصارت هاي اكس صارت اكس داش والواي زائد واي داش والزائد صارت ايش؟ ضرب، صارت اكس داش ضرب واي داش. تمام؟ هان اكس واي 2 داش بتساوي ايش؟ اكس داش زائد ايش؟ واي داش. تمام؟ ثيوريوم 6 ابزوربتيف اللي هي عمليه ايش؟ انه هو بناخذ العنصر العامل المشترك بتكون تقريبا بالمعنى، فلو هان اكس زائد اكس واي بتساوي لو طلع اكس برا عامل مشترك بتساوي عندنا 1 زائد واي، وعندنا اي شيء يقول لنا 1 زائد واي هان 1 زائد اكس بس بيطلع الجواب 1، فبيطلع لنا ايش عندنا؟ اكس اكس ضرب ايش؟ اكس ضرب واحد بيطلع الجواب اكس. وهان اكس ضرب اكس زائد واي بتساوي اكس، نفس القصه. ليش؟ لانه عندنا اكس زائد واي، تمام؟
لو كانت الاكس زائد زائد واي فرضناها بتساوي مثلا صفر حيطلع الجواب واي، لكن مضروب في النهايه في اكس برا الاقواس. لو كانت قيمه الاقواس هذه بتساوي ايش؟ صفر، حيكون الناتج ايش؟ كله صفر، حيطلع الجواب صفر. لو كانت اكس بتساوي واحد، اي شيء زائد واحد في الباينري حيطلع الجواب هو الواحد، تمام؟ لانه في اور هان، والاور حناخذ الواحد طبعا. مضروب في الواحد حيطلع الجواب واحد، ففي الحاله هذه اكس ضرب اكس زائد واي حيطلع دائما قيمه الاكس، مهما كانت قيمه الاكس صفر او واحد، تمام؟ فكر فيها حتفهمها مضبوط. يعني طبق حط هان صفر وواحد، مره صفر ومره واحد، حيطلع الناتج نفس قيمه الاكس، حيطلع هو الناتج تبعك النهائي. تمام، هذا ايش؟ ابزورفاتيف ثيوريم، اللي هو ثيوريم 6. نيجي هان على هانتنجتونز بوستريتس ديفاين سام رولز. يعني في هان عندنا البوستريت 1 لعند ايش 5، هذه اول حاجه الكلاجر الاغلاق، وعندنا قلنا العنصر المحايد، وعندنا هان الابدال وما الى ذلك. طيب ايش المطلوب بالموضوع الان؟ مطلوب نيد مور رولز تو موديفاي ايش الجبريك اكسبريشن، في ان عشان نعمل عمليه موديفيكيشن وتعديلات في المعادلات الجبريه في النظام الجبري البوليني لازم نحتاج ثيوريمز ثانيه ذات ار دريفن فروم بوستريتس، اللي تم اشتقاقها من البوستريتس هذه او القواعد الجبريه هذه تو حكينا عنها. وات از ايش اثيوريم؟ ايش هو الثيوريم؟ الثيوريم هو عباره عن فورمولا اور ستيتمنت او يعني نتيجه تم اشتقاقها دريفن او ديرايفد عفوا فروم ايش بوستريتس اور اذر بروفن ثيوريمز، اللي تم اشتقاقها من ايش؟ من البوستوليتس او ايش؟ اذر بروفن ثيوريمز او من ثيوريمز اخرى تم اشتقاقها او اثباتها سابقا، تمام؟ تنسوش انه هذول البوستوليتس 1 ل 5 حيتم استخدامهم في الاثباتات الجايه. طيب بيزك ثيوريمز اوف الجبر بولين الجبرا، ايش هن الثيوريمز الاساسيات في الجبر البوليني؟ عندنا هان ثيوريم ايش؟ الثيوريم 1. ثيوريم 1 اللي هو عندنا A والبي، تمام؟ الـ A بتساوي ايش؟ A زائد X بتساوي X دائما، لأنه عندنا X بتساوي 1، 1 زائد 1 بيطلع 1. 0، 0 زائد 0 حيطلع جواب 0، والـ B X ضرب X حيطلع جواب دائما X، ضربنا ايش؟ X كان 0 في 0 حيطلع 0، 1 في 1 حيطلع جواب 1، تمام؟ فالجبر البوليني هذا أول ثيوريم. looks straightforward، بين واضح بالنسبة لنا، لكن نحتاج إلى إثباته لأنه هذا مش دائما مثبت إلا في الجبر البوليني. يعني لو قلنا عوضنا عن الإكس هان بقيمة غير الصفر غير الصفر والواحد بيكون الناتج مش بالضرورة دائما هو الإكس، يعني قلنا 2 في 2 بيطلع جواب 4 بيطلعش 2، تمام؟ لكن لما نقول هان في الجبر البوليني 1 زائد 1 بيطلع الجواب 1، وصفر زائد صفر بيطلع جواب صفر، او واحد ضرب واحد بيطلع جواب واحد، وصفر ضرب صفر بيطلع جواب صفر، هذا الجبر البوليني بالنسبه للعادة الثنائيه مفهوم، لكن بده اثبات برضه. طيب كيف نثبته؟ We can only use Huntington postulates، تمام؟ عند البوستريت 2 الكلاجر ننساه من يوم طلع الاغلاق لانه ما بيلزمش في الاثبات. فعندنا 2 3 4 5 هم حيلزمون هذول. طيب shows that x زائد x بتساوي x، كيف نثبتها؟ ناخذ هان x زائد x بتساوي ايش؟ x زائد x ضرب 1، نضربه في 1، بغير شيء من القيمة؟ لا، لأن الواحد هو عنصر محايد حسب البوستريت رقم 2، تمام؟ 2b، x ضرب 1 بيساوي x، فلما نضرب في 1 مش حيغير من القيمة شيء. طيب الواحد هذه ايش بتساوي؟ x زائد x داش حسب ايش؟ البوستريت 5a، لأنه x زائد x داش بيساوي العنصر المحايد تبعها. صارت لنا x زائد x ضرب x زائد x داش، تمام؟ طيب كملنا، هنلاقي عندنا حسب ال 4b اللي هي هذه انه اكس زائد اكس ضرب اكس زائد اكس داش بتساوي اكس زائد اكس داش. كيف عملنا هذه مع الفور بي؟ انه احنا اخذنا الاكس زائد واي ضرب اكس زائد زد بتساوي ايش؟ اكس زائد واي زد، اخذنا الاكس على المشترك وخذنا الواي زد هي ايش؟ في ايش؟ في الطرف الاخر، تمام؟ فقلنا هذه الاكس اخذناها لحالها، تمام؟ صارت بتساوي ايش؟ واي زد بسبب التوزيع وما الى ذلك، توزيع الجمع على ايش؟ جمع على الضرب، فاحنا عملناها عمليه عكسيه. فبما كان عندنا هيك موزع الاكس على الاكس اكس داش، صار عندنا جبناها برا الاكس لحالها صارت زائد ايش؟ اكس داش، اللي هي عملنا عمليه عكسيه لعمليه ايش؟ ال ايش؟ التوزيع الجمع على الضرب، بس رجعناها رجوع ترجيحا، تمام.
طيب الاكس اكس داش زي ما احنا عارفين ايش ما انها بتعمل، اي عدد مضروب في مضروب في المعكوس تبعه بيطلع الجواب عندنا شو هو؟ صفر. فطبعا اكس زائد صفر حسب الخمسه بي، تمام؟ وبالتالي اكس زائد اكس صارت بتساوي عندنا ايش؟ اكس باي 2 اي، لانه اكس زائد صفر حسب اكس بتساوي دائما اكس، فعندنا اكس زائد اكس صارت بتساوي ايش؟ اكس، وهو ايش؟ المطلوب اثباته، تمام؟ طيب we can now use theorem 1a in future proofs. هان اثبتنا احنا الثيوريم هذا اللي هو x زائد x بتساوي x، هذا اسمعنا انه نسموه theorem 1a، تمام؟ في الاثباتة الجاية حنستخدم الثيوريم هذا انه x زائد x دائما بتساوي x، تمام؟ طيب نيجي نثبت الثيوريم الثاني similar to previous proof، بنثبت انه x ضرب x بتساوي x، تمام؟ ايش بنعمل؟ حاجه بقول اكس ضرب اكس بتساوي اكس اكس زائد 0، اخذنا العنصر المحايد تبع ايش؟ تبع مين؟ ايش الجمع، تمام؟ وقلنا هان اكس 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 بتساوي ايش؟ اكس اكس داش، لانه 0 دائما بتساوي اكس العنصر في معكوسه، تمام؟ حسب ال 5 بي، تمام؟ اللي هنا اكس اكس داش بتساوي 0، تمام؟ عوض عن 0 باكس اكس داش. وزعنا ايش؟ الجمع على ايش؟ حسب ال 4a، وزعنا الجمع الضرب على الجمع بس بالعكس، عملنا عمليه عكسيه، بعد ما كانت اكس واي زائد اكس زد، رجعنا كبرا برا اخذنا الاكس على المشترك صارت واي بتساوي ايش؟ واي زائد زد، تمام؟ يعني هنا صار عندنا اكس برا على المشترك اكس زائد ايش؟ اكس داش، تمام؟ طب الاكس زائد اكس داش ايش بتساوي؟ بتساوي واحد اللي هي النيوترال اليمنت، يعني ايش صار عندنا؟ اكس ضرب الواحد حسب ال 5a، تمام؟ وبالتالي اكس ضرب اكس صارت بتساوي اكس ضرب واحد، يعني اكس ضرب اكس بتساوي ايش؟ اكس، يعني الباي 2b اللي هي هذه 2b اكس ضرب واحد بتساوي اكس، وبالتالي ثبت عندنا المطلوب، تمام؟ هاي اثبتها الثيوريم الثاني انه اكس ضرب اكس دائما بتساوي اكس في العلاقه الثنائيه، تمام؟ او في البولين الجبرا ايش؟ والجبر البوليني. نيجي على ثيوريم 2a اللي هو بيقول لك x زائد 1 دائما بتساوي 1، تمام؟ x زائد 1 دائما بتساوي 1، نفس البروف اوف x زائد 1 بتساوي 1. عندنا x زائد 1 بتساوي 1 ضرب ايش؟ x زائد 1 باي 2b، كيف هاي 2b؟ عندنا b بتساوي x ضرب 1 بتساوي x، مظبوط؟ x ضرب 1 ايش؟ بتساوي x. فاحنا قلنا ايش؟ اخذنا هذه x زائد 1 بتساوي 1 ضرب ايش؟ اكس زائد 1، لانه لما نحط اي عنصر هنا محل الاكس نحط صفر او واحد، ما دام في عندنا اور اللي هي بلس 1 حيطلع الجواب دائما عندنا واحد، تمام؟ فحيطلع عندنا ايش؟ اللي هي ال 1 ضرب 1 بتساوي دائما ايش؟ 1، تمام؟ فبالتالي لما حطينا هان ضرب اكس زائد 1 تمام هي اكس ايش؟ زائد 1 بكون الناتج دائما ايش عندنا؟ واحد، واحد ضرب واحد بضرب نفس الناتج، تمام؟ فلذلك لما زودنا ضرب اكس زائد 1 عمليا ما غيرناش بقيه المعادله ولا شيء، لانه دائما الناتج عندنا هان واحد، تمام؟ وزعنا الضرب على الجمع، واحد ضرب اكس بيطلع ايش؟ هذا عفوا باي 2 بي، نرجع على 2 بي اللي هي هذه، هلاقي اكس ضرب 1 بتساوي اكس، تمام؟ ونيجي بعدين على 5 اي، ال 5a هان اللي هو قال لك ايش هو؟ x زائد x داش بتساوي 1، فعندنا عوضنا عن 1 هذه بالx زائد x داش، ضربناها في الx زائد 1 الموجوده اصلا، بعدين ايش؟ جمعناهم مع بعض عن طريق ال 4b، ال 4b قال لك xy زائد xz بتساوي بالاساس ايش هو؟ بتساوي x ضرب y ايش؟ عفوا بتساوي x زائد yz، تمام؟ فاحنا رجعنا المعادله هذه اللي هي x زائد y ضرب x زائد z، رجعناها ترجيع، فبما كنا موزعين الجمع على الضرب هان بالتالي طلعت النتيجه معنا، عملناها بالعكس، فعودنا ايش؟ فاخذنا الجيش فاخذنا الجمع برا وايش؟ ورجعنا عمليه التوزيع ايش؟ ترجوع لورا، فطلعنا الاكس لبرا وظل عندنا الاكس داش زائد واحد، تمام؟ لو جينا نوزع كمان مره الجمع على الضرب حيطلع لنا اكس زائد اكس داش ضرب اكس زائد واحد، تمام؟ فهو بس عملنا عمليه عكسيه، لما وزعنا الجمع على الضرب اخذنا الان الموزع رجعناه كم مره على صيغه انه قبل ما يتوزع الجمع على الضرب،
تمام. الاكس نزلت كم مره زائد ايش؟ اكس داش ضرب واحد بتساوي اكس داش. معروف انه اكس داش اي ايش ضرب الواحد بيطلع بيضل زي ما هو. طب الاكس زائد اكس داش بكون الناتج تبعها. الاكس زائد اكس داش زي ما احنا عارفين بيطلع العنصر المحايد في ايش؟ في ايش؟ العمليه الايش؟ تبعتها. فانا الاكس زائد اكس داش دائما بتساوي ايش؟ العنصر مع معكوسه بتساوي واحد، وهذا مفهوم ليش؟ زي ما اثبتناه في الاول او شفناه كان بسويت 5 انه لانه لما الاكس تكون واحد حيكون معكوسه صفر، واحد زائد صفر بيطلع واحد، ولما الاكس تكون صفر حيكون معكوسه واحد، حيطلع برضه ناتج ايش؟ واحد، لانه عندنا هان اور، تمام؟ فبيطلع عندنا جواب واحد، اذا اكس زائد واحد دائما بيطلع الجواب عندنا ايش؟ عندنا واحد، وهذا ايش؟ حسب الفايف، وهنا بيجي عندنا ايش؟ الفايف اي. x زائد x داش بتساوي واحد حسب ما اثبتنا سابقا، وهو معروف طبعا في البوستريت 5. طيب حسب الثيوريم 2b تمام، x ضرب 0 بتساوي 0. نثبت الان اثبات لما اثبتنا x زائد 1 يعني x زائد العنصر المحايد تبع x زائد 1 يطلع جواب 1. نثبت الان ال x ضرب 0 بتساوي 0. كيف نثبتها؟ بقول لك باي ديواليتي. لو جينا هاي ال x ضرب 0 بساوي زيرو، نجينا وقلبنا الاكس ضرب زيرو حيطلع جواب شو نجيب الدوليه تبعتها، ايش الدوليه بيطلع؟ بصير اكس زائد واحد، بنقلب الصفر الى واحد وبنقلب الضرب ايش؟ الى جمع، تمام؟ فبنجيب الدوليه وبتكون اكس زائد واحد هي الاكس زائد واحد، فبكون نفس الاثبات يعني نفس الاثبات لاثبات صحه الثيوريم 2b هو نفس اللي تو عملناه في 2a، بمعنى لو قلنا هذا x ضرب 0 بتساوي 0 وقلبناها بصير x زائد 1 بتساوي 1 اللي هي هنا، واثبات نفس الاثبات بيكون. الثيوريم 3 اللي هو x داش داش مرتين يعني دبل داش بتساوي x، تمام؟ اللي هو بوستريت 5 defines the complement of x، x زائد x داش بتساوي 1 and x x داش بتساوي 0، تمام؟ البوستريت 5 اثبت انه x زائد x داش بتساوي 1 والبي x ضرب x داش بتساوي 0. The complement of x dash is x. It's also x x dash. المكمل ال x dash هو ال x اللي هو أيضا هو عبارة عن x dash وكمان مرة فوقيها داش يعني معكوس المعكوس، تمام؟ هاي إيش كمان ال postulate 5 وال complement of x x dash، تمام؟ أوكي. عندنا هان absorption property covering Huntington postulates. عندنا هان theorem 6a x زائد x y زائد x بتساوي x. x زائد y بتساوي x ضرب 1 زائد x y by 2b، تمام؟ فعندنا الثيوريم 6a x زائد x y بتساوي x، تمام؟ x زائد x y بتساوي x ضرب 1 زائد x y by 2b. نثبت انه هان الاثبات هذا اللي هو x زائد y x زائد x y بتساوي x، نثبتها كيف؟ طبعا الموضوع هذا مفهوم لو طبقنا لو عوضنا بالصفر واحد على اكس حيطلع جواب اكس، بس كيف نثبتها؟ كان ثيوريم 6 اللي هو ثيوريم 6a انه نقول اكس زائد اكس واي بتساوي ايش؟ اكس ضرب 1 تمام؟ ضرب 1 زائد اكس واي، ضربنا الاكس الاولاني هذا في 1، زودنا الاكس واي زي ما هي باي ايش 2b اللي هو 2b هذه انه اي شيء في 1 بيطلع نفس القيمه، تمام؟ بعدين ايش عملنا؟ عملنا اخذنا الاكس عامل مشترك برا ضل عندنا الواحد زائد واي، واي عنصر واحد مجموع مع واحد اور 1 يعني حيطلع الجواب هو ايش؟ ال1، تمام؟ حيطلع عندنا الجواب هو ايش؟ بحسب ال 4a طبعا ال 4a اللي هو اكس واي زائد زد بيساوي اكس واي زائد زد، تمام؟ نجي عندنا هنا نزلنا اكس بتساوي برضه هي واي زائد 1 لان في ابدال عندنا حسب ال 3a لانه ايش؟ اكس زائد واي بتساوي واي زائد اكس، تمام؟ وهان بث ثيوريم 2a انه y زائد 1 دائما الجواب عندنا حيكون 1 زي ما حكينا قبل شويه، وx ضرب 1. طبعا هذه الخطوه زياده الابدال هان من 4a و 3a لانه x ضرب y زائد ضرب 1 زائد y اصلا هان عندنا اوريدي 1 زائد y بيساوي 1 فبيطلع x ضرب 1 مباشره، بس هذه العمليه خطوه عشان زياده بيان انه في ابدال كمان ممكن ابدال بدون مشاكل y زائد 1 بتساوي 1 زائد y. المهم بيطلع الناتج هنا دائما ايش؟ 1 بيطلع x زائد x ضرب y x ضرب 1 وبالتالي الناتج بيكون عباره عن x، تمام؟ ثيوريم ايش؟ 6b
اللي هو x ضرب x زائد y يساوي x by duality، يساوي ايش؟ x by duality. ثيوريم 6a بيساوي هذا x زائد y بيساوي x by duality، تمام؟ by means of truth table another way to prove، بمعنى عندنا ال x ضرب ال x زائد y بتساوي x، عن طريق نثبت هذا الموضوع نفسه ال 6b يتم اثباته نفس اثبات ال 6a، تمام؟ بمعنى x ضرب x x زائد x y بتساوي x. لو نثبت هذا x ضرب x زائد y قلبنا هذا الضرب هذه الى جمع بصير زائد، والجمع هذا ضرب بصير x y، تمام؟ بتساوي x، وبالتالي حيطلع هذا الثيوريم لو قلبنا حيطلع هو ده الثيوريم نفسه واثباته نفس الاثبات. اذا ايضا x ضرب افتح قوس x زائد y سكر قوس بتساوي x، برضو ايش العلاقه؟ هذا الثيوريم 6 برضو ايش صحيح ومثبت كما اثبتنا الثيوريم 6a، تمام؟ طيب by means of truth table another way to prove، عن طريق أخرى للإثبات عن طريق إيش؟ truth table جدول الحقيقة بسموه. عندنا متخيل x y 0 0 0 1 1 0 1 1. ال x y بتساوي شو؟ طبعا ضرب، فيطلع عندنا دائما أصفار إلا لما يكون المدخلات واحدات فيطلع الجواب عندنا واحد. طيب ال x زائد x y، ال x زائد إيش؟ xy اللي هي عندنا هان ايش بتساوي؟ حتكون هيطلع عندنا x زائد xy، عندنا هاي xy وعندنا هاي x، 0 زائد 0 0 0 زائد 0 0 1 زائد 0 1 1 زائد 1 بيطلع 1. بنلاحظ هان انه بنلاحظ ايش؟ انه ال x زائد xy نفسها هي ايش؟ ال x، فاثبتنا بالحقيقه انه ال x زائد xy بتساوي x، اللي هو انا x زائد xy هي بتساوي ايش؟ ال x، فاثبتنا بالحقيقه انه هاي الثيوريم 6a برضه صحيح، تمام؟ طبقوها طلعوا فيها حتلاقوا الناتج عن ال x زائد xy هو بالضبط نفسه ال x، تمام؟ نفس العمود، نفس العناصر، نفس المنتجات. نكمل. الثيوريم 5a بيقول لك انه ايش؟ x زائد y الكل تحت الداش بيساوي x داش y داش. هذه عن طريق ايش؟ توزيع الداش على الداخل ونقلب ونقلب العمليه من جمع الى ضرب، فصارت عن x داش y داش. والثيوريم 5b العكس، بيكون عندنا x y داخل اقواس داش بتساوي x داش زائد ايش؟ y داش. قلبنا عمليه الجمع الضرب الى جمع ووزعنا الانفيرجن او الداش على الايش؟ على العناصر في داخل الاقواس. by means of truth table ممكن نثبتها برضو هاد بال عن طريق الجدول الحقيقة ان x y x dash y dash x زائد y و x زائد y dash و x dash y dash x y و x dash زائد y dash و x y داخل الأقواس. لو قررنا هذه هاي x زائد y بين الداش هتكون هنا، طبق العملية x زائد y وداخل الداش هيطلع الجواب عندك 1 0 0، طبعا هيطلع x زائد y في داخل الاقواس كلها داش حيطلع 1 0 0، تمام؟ وبقول لك هي بتساوي اكس داش واي داش، هلاقي عندي جبهه اكس داش واي داش بتساوي 1 0 0، طبقها شوف اقلب هذه طبقها اكس داش ضرب واي داش حيطلع النتج عندك 1 0 0، وحنلاقي عندنا فعلا انه اكس زائد واي بين الاقواس داش بتساوي اكس داش واي داش، اذا اثبتنا عن الحقيقه انه الثيوريم 5 برضه مضبوط. طب الثيوريم 5 بي اللي هو اكس واي داش ذاكد، حنلاقيه برضه نفس القصه انه هان عندنا x داش زائد y داش بتساوي 1 1 1 0، طبقها جرب حيطلع الناتج عندك مضبوط. وحتلاقي كمان انه x y داش برضه بتساوي 1 1 0، اذا تساوى x داش زائد y داش مع مين؟ x y بين الاقواس في داخل الداش، تمام؟ تمام، هذه الفكره الان موجوده ايش اللي اثبتناها برضه عن طريق جدول ايش؟ الحقيقه. نيجي هنا x y زائد x داش z زائد y z زائد x y زائد x داش z، تمام؟ ف x y زائد x داش z زائد y z بيساوي x y زائد x داش z. طيب هذا اسمه كونسنسوس ثيوريم، كونسنسوس ثيوريم نثبته بالطريقة بالايش بالآلية هذه. كيف نثبت انه x y زائد x داش z بتساوي y z، عفوا زائد y z بتساوي x y زائد x داش z، تمام؟ يعني هذا العنصر ايش زائد مش لازم اصلا، فلقينا x y x داش z هي الناتج فقط. كيف نثبت الموضوع هذا؟ بيجي عملية ايش؟ بالدواليتي،
نجيب نسبة، نجيب الدول تبع التيرم كله، فبصير نقلب الضرب إلى جمع، صارت إكس واي صارت إكس زائد واي، والجمع صار الضرب هنا، والإكس داش زد صارت إكس داش زائد زد، والجمع صار الضرب هنا كمان مرة، والواي زد صارت واي زائد زد، واي يساوي على الطرف الآخر إكس زائد واي ضرب إكس داش زائد زد، تمام؟ هذه الدول تبعتها. البروف تبع القصة هذه كيف بصير؟ xy زائد x داش z زائد y z، تمام؟ نزلناها، بعدين نزلنا xy زائد x داش z زائد ايش؟ زائد x زائد x داش y z زائد ايش؟ x زائد x داش ضرب ايش؟ y z. زي ما انتم ملاحظين ال y z هي هذه، وهذا x داش z هي هذه، وال y x هي هي. اللهم انه مع ال y z اضفنا x زائد ايش؟ x داش، لانه x زائد x داش حتكون 0 زائد ايش؟ 0 داش يعني 1، وواحد ولو كانت هي 1 زائد 0 حيظل الجواب 1، وبالتالي في الحاله هذه ظلوا هان يعني ضربنا عاملين ايش؟ في 1، ضربنا في ايش؟ في 1، فلما زودنا x زائد x داش هي اساسا هي عباره عن 1، تمام؟ فلم نغير من القيمه دي شيئا. نكمل الحل، بلاقي x واي نزلت x داش زد نزلت زائد ايش؟ وزع هذا الجمع على الضرب. فعندها الحد y z ضرب x جمعناه مع الحد y z ضرب z داش، تمام؟ اوكي، الان ايش بنعمل بعدين؟ بصير عندنا بعدين عمليه ايش؟ تجميع الاشياء المتقاربه مع بعض، فبنلاقي عندنا x y زائد ايش؟ x y z جبناهم جنب بعض، واخذنا ال x داش لورا في قوستان x داش z زائد x داش z y. واخذنا بعدين منهم عمليات ايش؟ عمليا عامل مشترك، فبناخذ هنا اكس واي ضرب 1 زائد زد، وهان اكس داش زد ضرب 1 زائد واي، تمام؟ وبالتالي معروف عندنا اي شيء في داخل الاقواس 1 زائد زد 1 زائد واي، دام عندنا 1 اور واي 1 اور زد حيطلع الجواب 1، فبالتالي حظل بس اللي اخذناه عامل مشترك اللي هو الاكس واي، وهان الزد داش الاكس داش زد عفوا، تمام؟ فيطلع جاب عندنا اكس واي زائد اكس داش زد. هان عشان نكون الامور واضحه بالنسبه لنا، يعني حناخذ زي ما قلت لكم حتاخذوا هنا العمليه اللي هي ايش؟ اكس واي عامل مشترك، مين بيطلع عندنا جوا؟ 1 زائد ايش؟ زد، بعدين زائد ناخذ هان اكس داش زد بين اقواس 1 زائد ايش؟ واي، تمام؟ وهذه دائما ايش؟ بتساوي 1، وهذه بتساوي 1، وبالتالي بيكون الناتج بيساوي هو ايش؟ اللي هو اكس زائد واي زائد اكس داش زد، تمام؟ تكون الامور هيك وضحت، تمام؟ اخذنا هان اكس واي عامل مشترك، ضل عندنا جوا الاقواس 1 داس زد هو 1، وخلنا الاكس داش زد عامل مشترك اللي هو هذه، ضلنا جوا الاقواس 1 زائد واي، تمام؟ وهذه برضه 1، فبالتالي ضل عندنا اكس داش زد برا، وبالتالي هدم ايش؟ تم اثبات المطلوب باي دواليتي عن طريق ايش؟ تم الاثبات عن طريق الايش؟ الدواليتي. كمل هان the operator of ايش؟ precedence for evaluating boolean operator precedence، يعني عمليه هان عمليه ايش؟ الوجود العناصر المهمه عشان نفهم البولين اكسبريشن، تمام؟ فالاوبريتر اللي هي تكون موجوده عشان نعمل ايفالويتنج او نحدد قيمه ايش؟ البولين اكسبريشن الحد او المعادله معادله الجبر البوليني. أهم في عنا عناصر مهمة، أول حاجة البرنثيز اللي هي الأقواس، والأوبريتر الثاني هو النط اللي بيع الانفيرجن العكس يعني اللي بيعكس القيمة، والأند والأور. إكزامبل هاي إكسبريشن عنا اللي هو إكس واي داش زائد زد، ففي عنا عملية إيش؟ الجمع اللي هي الإيش؟ الأور، وعنا عملية الضرب اللي هي عملية الدوت هان إكس واي داش. وعندنا الانفيرجن اللي هو ايش؟ اللي هي العكس اللي هي الشحطه هذه، تمام؟
المثال الثاني اكس ضرب واي زائد زد بين اقواس الداش. في عمليه عندنا الضرب والجمع، وعندنا برضه ايش عمليه ايش العكس، تمام داش. بوين فانكشن باينري فاريبلز، بوين فانكشن هي ايش دوال الجبر البوليني، هي بتكون من باينري فاريبلز متغيرات ثنائيه، باينري اوبريترز اللي هي الاور والاند، وايش يونري اوبريتر اللي هو عمليه رياضيه بتاخذ بس حد مدخل واحد مش مدخلين، اللي هي بتعكس طبعا العكس طبعا اللي هي النط يعني. وبدها كمان عندنا ايش البارنثيز اللي هي ايش الاقواس، البارنثيز الاقواس يعني. اكزامبل عندنا الفانكشن 1 بيساوي اكس واي زد داش، تمام اكس واي ايش زد داش، اف 2 بيساوي اكس زائد واي داش زد، اف 3 بيساوي اكس داش واي داش زد زائد x داش y زد زائد x y داش، f 4 بساوي x y داش زائد x داش زد. هذه الاكزامبلز هلاقيها كمان شويه كمدخلات في جدول الحيخه في السلايد الجاي، حيتكلم حيحط لنا ثاني مدخلات x y z وطلع عندنا قيمه الاوتبوت تبعتها f 1 f 2 f 3 f 4. نتذكر عندنا انه اول f 1 مثلا اللي هو x y z داش، تمام x y ايش z داش، عندها x y z ال f1 x1 z ايش z داش، تمام كلها مضروب بعض مضروب بعض، ولما يطلع عندنا اصفار لازم يطلع الجواب عندنا ايش في الناتج صفر. فعندنا 0 0 0 هيطلع الجواب صفر، 0 0 0 واحد في صفر، وهان طبعا z داش برضه حضر صفر، وهان صفر موجود في الاكس x y هيطلع كله اصفار، هان عندنا في الواي صفرين اكس واي داش لان اكس واي زد قصدي، حط برضه عندنا جواب انه اصفار هان مثلا. وعندنا هان 1 ضرب 1 ضرب 1 ضرب 0 داش يعني معكوس لانه ها عندنا زد داش، صار عندنا 1 ضرب 1 ضرب 1 طلع الجواب عندنا هان 1، تمام 1 1 ضرب 1 ضرب زد داش اللي هي 1 صارت 0 صارت طلع عندنا الجواب عندنا هان 0. وقس على ذلك برضه باقي الاشياء عندنا الاف 2 لو اخذنا المعادله اللي هي اكس زد واي داش زد طبقناها على ثلاث مدخلات هذه هيطلع عندنا الاوتبوت تبعها اف2 هيك، ولو نفس الموضوع بالنسبه لاف3 واف4 جربوها بالبيت لحالكم على رواق وجربوا كيف دخلوا هاي المتغيرات على الفانكشن اف1 اف2 اف3 وشوفوا تروث تيبل كيف الاوتبوت حيطلع فيها، حيطلع مضبوط زي ما هو مكتوب هنا، وزي ما شفنا القواعد كيف تتعامل مع الصفر والواحد اكيد حتحلوها لحالكم حتفهموا مضبوط التيبل كيف كل عنصر فيها او كل اوتبوت كيف فيها كيف اجى. هكون بالنسبة لكم الأمر واضح كثير ومفهوم على الأخير لأنه بناء على الفهم والشرح اللي قدمناه في المحاضرة هذه والمحاضرات الماضية. فعندنا two boolean expressions may specify the same function، طبعا ممكن عندنا أكثر من expression واحد من الجبر البوليني يعمل يحدد أو يوصف نفس الدالة، تمام؟ فما يكون عندنا f3 بيساوي f4 مثلا، تمام؟ يعني يكون دالة f3 بيساوي f4. هذه كمعلومة عامة. الآن يعني كيف نعمل implementation للوجيك جيتس عن طريق ايش الفانكشن؟ عندنا الـ F4 مثلا is more economical، تمام. فعندنا الـ F2 مثلا بقول لك X F2 بتساوي X زائد X داش Y، عندنا هاي X وعندنا هاي Y وهاي Z. بقول لك في عندنا هان OR يعني X OR، تمام؟ فيعطينا الـ OR هذه لأنها زائدة عن، تمام؟ وعندنا X داش Z، فقال عفوا Y داش Z. فهي الواي دخلناها على الانفيرجن عكسناها مضروبه في الزد، يعني بدنا عندناها الان مضروبه في الزد مباشره، والاوتبوت تبعها بروح بالاور مع الايش؟ مع الاكس بيطلع الاوتبوت. الاف 3 اللي هي هذه اكس داش واي داش زد زائد اكس داش واي زد زائد اكس واي ايش داش، فعندها اكس واي زد اكس انفيرتد واي انفيرتد زد، تمام؟ عندنا هان الان وعندنا هان اند وعندنا هان كمان هان واي وايش واي انفيرتد مع الايش مع الاكس، هنلاقي عندنا هان الناتج عندنا كله اور اور اور، تمام جمعناهم زي ما هم اللي هي عندنا اول حاجه اكس داش واي داش وزد، بعدين هان اكس داش واي زد، تمام برضه في الان، وعندنا بعدين اكس تمام واي زي واي داش وكله رايح على الاور بيساوي عندنا هنا بلس، تمام. وحنلاقي عندنا الاف 4 اللي بتساوي ايش؟ اكس
واي داش زائد اكس داش زد. عندنا اكس مع الواي داش اند راح على الاور، بعدين اكس داش مع الزد اند يعني وراح على الاور قطعة الاف 4. تمام، فيعني هذه كيف نمثل الامبلمنتيشن للوجيك جيتس باستخدام الفانكشنز تاعت البولين الجبرا، الدوال نعمل امبلمنتيشن للجيتس باستخدام دوال الجبر البوليني. تمام، كيف نعمل مانيبوليشن للطريقه الجبريه لهذه المعادلات؟ هذه لها قواعد خاصه فيها هنتطرق لها الان، وهذا اخر موضوع في محاضرتنا اليوم اللي هو كيف نعمل مينيمايزنج للبولين اكسبريشن، يعني كيف الاكسبريشن طويل من الجبر البوليني وبدنا ايش نخفضه او نختصره. فعندنا لترال برامد اور ان برامد فاريبل ان input or ايش to a gate، يعني ال A B C D هذه عبارة عن الحروف اللي ايش ال inputs تبعات ايش، سواء كانت معكوسة ولا مش معكوسة، يعني داش ولا مش داش، يعني inverted ولا مش inverted، لمين لما داخل لل gates للبوابات. ال term an implementation with a gate، يعني هو عبارة عن implementation لايش مع دالة مع بوابة عفوا. The minimization of the number of literals and the number of terms، يعني السيركت وذ ليس اكويبمنت، يعني كل ما نقلل عدد المتغيرات الاي بي سي دي ونغير عدد الترمز هذه اللي هي بتمثل البوابات الاند والاور والكذا والانفيرجن، يعني احنا خففنا عدد ايش المعدات اللازمه عشان نعمل الدائره المتكامله في الايش في ديجيتال اسمها ديجيتال سيركت البوابه الرقميه تبعتنا، فبالتالي بنخفف الاكويبمنت فبنخفف التكاليف. تمام، هي هذا في المينيمايزيشن، فكله طبعا يبدو بالجبر البوليني، بنخفف البوابه وبنختصرها حتى نخفف ايش المعدات اللازمه من اجل ايش تنفيذ ايش تنفيذ المهمه المطلوبه من الهاردوير تبعنا. It is a hard problem، ليش المشكله صعبه؟ لانه هارد يعني مش صعب معقد، على الاخر بتنحل، يعني لانه فيش عندنا قواعد محدده لتنفيذ هذه المهمه، لازم واحد يعني بالخبره ومعرفه طرق الاختصارات في الجبر البوليني يختصر الفانكشنز هذه الدوائر الجبر البوليني حتى يطلع ايش حتى يطلع معادله مختصره تحتاج الى متغيرات اقل واكويبمنت او تيرمز اقل من يعني عدد بوابات منطقيه اقل. كمثال عندنا اكس ضرب اكس داش زائد واي، وزعنا الاكس على جوا، اكس ضرب اكس ضرب اكس داش زائد اكس واي، وبالتالي والاكس ضرب اكس داش بتساوي صفر معروفه، اذا ضل عندنا ايش اكس واي، فبدل ما يكون عندنا بدنا x and عفوا x and x دا x داش or y بدنا and or، صار عندنا بالاخر بدنا ايش بس x and y، يعني بدنا بس ايش الاند. تمام، فصرنا بدل ما نقول بوابتين بوابه اند وبوابه or، بسبب اختصار باستخدام قواعد الجبر البوليني صار بدنا بس ايش بدنا بس بوابه واحده الاند. المثال الثاني x زائد x داش y، نفس الموضوع حولناها ايش x زائد x داش وزعناها وزعنا الجمع على الضرب زائد ضرب ايش ضرب x زائد y. تمام، هنلاقي عندنا ال x زائد x داش بتساوي واحد، مظبوط، اي عدد ما مقلوبه او معكوسه في الجمع بيطلع عنصر المحايد تبعنا اللي هو ايش x زائد x داش، بقول اخذناها عفوا اخذناها ال x زائد x داش ده بيطلع جواب واحد، لانه ايوه لانه يا بيكون x بتساوي صفر وحكون مع مقلوبه بتساوي واحد حكون جواب واحد، يا تكون هي واحد مقلوبه صفر حناخذ الواحد، بيطلع الجواب ده معنا واحد، ضرب ايش؟ طبعا واحد ضرب اكس زائد واي بتساوي ايش؟ اكس زائد واي، فبعد ما كان بدنا هان بوابتين وانفرتر، تمام؟ صار بدنا اند اور وانفرجن، صار بدنا بس ايش؟ صار بدنا بس ايش؟ اور، وهان بعد ما كان بدنا اند اور وانفرتر، صار بدنا بس ايش؟ اند، تمام؟ في المثال رقم ثلاثة اكس زائد واي ضرب اكس زائد واي داش جمعناهم مع بعض، دخلناهم بصات x زائد x y زائد x y داش زائد y y داش، أخذنا عمليا الهان ال x برا عامل المشترك، صار عندنا هان واحد زائد y زائد ايش y داش، وال y y داش هذه ايش مالها؟ ايش عملنا فيها؟ ال y y داش ايش بتساوي؟ y ضرب y داش يعني y زائد y ضرب y داش بتساوي ايش؟ زيرو، يعني صارت عندنا زائد زيرو، فراحت. تمام؟ طلع عندنا x زائد y x زائد x y زائد x y داش، تمام، فاخذنا من هال x على المشترك صارت ايش واحد بتساوي صارت x بتساوي صارت بتساوي عفوا صارت بتساوي x ضرب y زائد y زائد y داش. تمام، وبما انه عندنا هاي مضروبه x ضرب y
زائد واي زائد داش، ايش ما كانت قيمة اكس هتكون الناتج الضرب، لانه كانت عندنا قيمة الاكس بتساوي واحد، حيطلع الجواب هان بسبب انه في جوا في عندنا هان واحد ابتداء، تمام، واحد حيطلع جواب اكس، وكانت اكس بتساوي صفر حيطلع الجواب صفر، تمام. فاذا هان بطلنا بدنا شيء غير المدخل بس الفاريبل، بطلنا بدنا لا اند ولا اور ولا اي بوابه اخرى، فخسرنا المعادله الرياضيه وبالتالي وفرنا حالنا اكويبمنت ليش لتنفيذ او نعمل امبلمنتيشن للداله او الدائره الالكترونيه تبعتنا الرقميه. اكس واي زائد اكس داش زد زائد اكس واي زائد واي زد عفوا بتساوي ايش؟ اكس واي زائد اكس داش زد زائد واي زد اكس زائد اكس داش بتساوي اكس واي، تمام، زائد اكس داش زد زائد واي زد اكس زائد واي زد اكس داش، تمام، ويساوي اكس واي ضرب واي زائد زد زائد اكس داش زد ضرب واي زائد 1 زائد واي، وبالتالي بتصير بعد اختصار بتساوي ايش؟ اكس واي زائد اكس داش زد، تمام، بعد اختصار. فحصلنا بالتالي الداله بعد ما كانت بدها 2 اور وثلاثة اند وانفيرجن، صار بدها شو؟ بس واحدة اور واثنين اند وانفيرجن، تمام؟ فحصلنا برضه الداله بالطريقة هذه. اكس زائد واي ضرب اكس داش زائد زد ضرب واي زائد زد بتساوي اكس واي اكس زائد واي اكس داش زائد زد. باي دواليتي فروم فانكشن 4 كونسنسوس ثيوريم والدواليتي، يعني عمليا اثبات المعادلة هذه يتم بس فقط انه احنا نقلب الزائد الى ضرب ونقلب ايش الاصفار الى واحدات الواحد الاصفار، فعمليا الفور هو الدول تبع هذه، ولما اثبتنا الفور بكون اثبتنا برضه الفايف باي دواليتي من ايش باي دواليتي، تمام، لانه الفانكشن من هذه مثبته المعادله الخامسه باي دواليتي فروم فانكشن ايش فور، تمام، فبيطلع اثبات خمسه جاي من اثبات اربعه اوتوماتيك. نيجي هنا على موضوع الكومبلمنت اوف ا فانكشن اللي هو ايش المكمل تبع الفانكشن تبع الداله. An interchange of zeros for ones and ones for zeros in the value of f، يعني نقلب القيم الاصفار الى وحدات وحدات الاصفار في ايش الفاليو في قيمه الفانكشن f. هذه قاعده من باي دي مورجان ثيوريم، اسمه ثيوريم تبع دي مورجان. يعني كيف؟ عندنا مثلا a زائد b زائد c بين اقواس داش معكوسه، ايش بتساوي هذه؟ بتساوي قال لك a زائد x بين اقواس داش، فبنعبر عن البي زائد سي انها بتساوي اكس، اوكي؟ بس لان هذه المعادله هذه بتساوي ايش؟ اي داش اكس داش، يعني قلبنا الزائد الى ضرب ووزعنا الداش على جوا الاقواس، صارت انها اي بتساوي اي داش والاكس بتساوي اكس داش، والزائد قلبناها الى ايش؟ الى ضرب باي ثيوريم 5A اللي هو تبع دي مورجان. بعدين بنرجع كم مره الاكس زي ما عوضناها انها بي زائد سي، فصارت اي داش ضرب بي زائد سي بين قوسين كلها داش. بنطبق كم مره الثيوريم تبع دي مورجان، بصير عندنا اي داش بي داش زائد صارت ضرب ضرب ايش سي داش، تمام، باي ثيوريم 5 اي تبع دي مورجان. وهون دخلوا ببعض بيطلع اي داش بي داش سي داش باي ثيوريم 5 بي associative by theorem ايش 5b. generalizations a function is obtained by interchanging and or operators and complementing each literal. بمعنى نوعية الجنراليزيشن generalization للfunction هي تتم عملها عن طريق نعمل عملية ايش interchanging الand والor and complementing each letter، بمعنى انه احنا بنقلب الـ and لـ or وبنجيب معكوس كل ايش المدخلات او الـ inputs او المتغيرات الـ literals. فعندنا مثلا هذه بسموها الـ generalization ray ايش rule، عملية الـ generalization، تمام؟ عندنا الـ a زائد b زائد c زائد d كذا كذا عند الـ f كلها في داخل ايش؟ داش. كيف نسوي فيها؟ بتصير هي a داش ضرب b داش ضرب c داش ضرب d داش ضرب 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 لعند ال f داش، تمام، وال a b c d كذا لعند ال f داش بتساوي a داش زائد b داش زائد c داش زائد d داش لعند ال f داش. فهي generalization نقلب الاند لاور ونجيب الكومبلمنت تبع ايش؟
تبع العنصر العناصر اللي في داخل ايش المعادله الرياضيه. هذه الجنراليزيشن فانكشن از اوبتيند باي انترتشينجينج اند ان اور، نقلب الاند اور والاوبريتورز هذول تبع الاند اور نقلبوا مع بعض، ونجيب الكومبلمنت تبع كل لترال في داخل ايش داخل التيرم كله او ايش الفانكشن البوليني او الداله البولينيه. تمام، نجي على اكزامبلز امثله، وهذا اخر شيء عندنا الاكزامبل 2 3 2 2 و2 3. عندنا مثلا ال f1 داش بتساوي x داش y z داش زائد x داش y داش z كله بين اقواس في داخل الداش. بعطيك الجنراليزيشن شو بنعمل؟ بنوزعه، بنقلب الزائد الى ضرب، وبنجيب الداش هذا بنوزعها على التو تيرمز. بس عندنا هان ايش؟ x y z داش كله في داخل الداش ضرب، بدل الزائد هان ضرب، ضرب x داش y داش z بين اقواس بداخل الداش. بنوزع كمان مره، بيطلع لنا هان x زائد y زائد داش، نقلب الضرب هان الى زائد، وزعنا الداش الخارجي على الجوا، صار عندنا هان x داش داش يعني x، زائد y داش، زائد z داش داش يعني z، ضرب، ضرب ايش؟ x داش داش، زائد y داش داش، زائد z داش، تمام؟ وزعنا الداش هذا على جوا، صار عندنا هذا الشيء فوق بعض يعني x، y داش داش على y، والزد داش نزل زي ما هي المعكوس الزد، تمام؟ هذه كيف وزعناها في اكزامبل 2 2. طب الاف 2 داش كيف نعملها؟ نجيبها عندنا الاف 2 داش بتساوي x ضرب y داش z داش زائد y z كلها بين قوسين داش، وتساوي x داش زائد هي هذه بدل الضرب صارت زائد، وجوا الاقواس y داش z داش زائد y z كلها بين قوسين داخل الداش، تمام؟ كمل، بنلاقي ان الاكس داش جبناها كم مره هنا زائد، وزعنا الداش على جوا، صارت عندنا y داش z داش كلها داخل الداش ضرب y ايش؟ z داش، تمام؟ وتساوي x داش زائد y z ضرب ايش؟ y داش زائد z داش، تمام؟ وتساوي x داش زائد y z داش زائد y داش z، تمام؟ فالعملية انه كيف اختصرنا الزلال x داش زي ما هي، وزعنا الداش جوا على الداخل، صارت عندنا هان y داش داش اللي هي y، والضرب صارت زائد، وال z داش داش صارت z ضرب زي ما هي، وزعنا الداش على داخل الاقواس، صارت عندنا y داش زائد z z داش. كملنا الحل، بيطلع لنا x داش، وزعنا هذا على بعض، صار عندنا هان y ايش؟ y z داش زائد ايش؟ y داش z. طبعا لما عملناها في بعض بس يعني هان y ضرب y داش يعني بتساوي ايش؟ صفر زائد y ضرب z داش زائد z ضرب y داش زائد z z داش اللي بتساوي صفر. فضل عندنا المعادلة في الاخر ايش؟ x داش زائد y z داش زائد y داش z، تمام؟ لانه هان y y داش بتصير صفر، والz z داش بتصير صفر، فضل عندنا بس اللي هي y z داش زائد y داش z، تمام؟ هاي مثال كمان كيف تبسيط العملية الرياضية وجو ايش ايش بقواعد الجبر اللي تعلمناها قبل شوية، قواعد التبسيط وكيف احتساب الكومبلمنت تبع الاف 1 والاف 2 في المثالين الموجودين في الاف في المثال في اكزامبل 2 2 2، تمام؟ فالاكزامبل 2 3 كمان اسمبلا بروسيجر تيك ذا دوال اوف ذا فانكشن اند كومبلمنت ايتش اذر اتش 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 لتر. يعني عندنا اف 1 بتساوي اكس داش واي زد داش زائد اكس داش واي داش زد، ذا دوال اوف اف 1 الدول تبعت ايش بنعمل؟ بنقلب الضرب الى جمع والجمع الى ضرب، عندنا هاد مرتين ضرب بصير اكس داش زائد واي زائد زد داش، والجمع ضربناها ضرب ضرب اكس داش زائد واي داش زائد زد. الكومبلمنت اتش لتر يعني الكومبلمنت تبعها بيساوي اكس زائد واي داش زائد زد ضرب اكس زائد واي زائد زد داش وتساوي اف 1 داش. بمعنى لما نطلع فيهم المعادله هيك جوا مع بعض ونحاول نطلع فيهم كيف بصير نقلبهم مع بعض، بنلاقي عندنا هان ايش اللي هي صارت الدول تبع الاف 1 هو الاكس داش زائد واي زائد زد داش مضروبه في الاكس داش زائد الواي داش زائد ايش؟ ايش؟ الزد داش. فبنجيب هذه عباره عن الاف تبعتنا، تمام؟ الاف نفسها. هيك بنجيب الاف داش نحطها ايش؟
عملية ايش اللي بنعكسها، وبنعمل كومبلمنتنج للايتش لاترال، تمام، اللي هي بنحول نعمل هاد اكس داش داش بصير اكس، واي داش والواي داش يعني اكس داش داش بصير اكس، والواي داش بصير واي داش، وزد داش داش بتصير زد ضرب اكس داش داش اكس، والواي داش داش بتصير واي، والزد ايش بتصير زد داش، تمام، وهي بتساوي اف 1، تمام. فهذه الدول the dual of the connection and complement each lateral، يعني اول حاجه بنقلب الجمع الى ضرب، وبنقلب ايش الاشارات الى الليترال الى معكوسه. المثال 2 اللي هو اكس ضرب واي داش زد داش زائد واي زد. the dual of اف 2 is ايش اكس زائد اكس زائد ايش واي داش زائد زد داش ضرب واي زائد زد. قلبنا الضرب الى جمع، الضرب الى جمع، الجمع الى ضرب، واللان الاكس جبناها مع الجمع، تمام. الكومبلمنت اتش لترال، فجبنا الدول تبعها بقلب العمليات، الجمع الى ضرب والعكس ضرب الى جمع، تمام. وبنجيب بعدين الكومبلمنت لكل لترال عشان نجيب الاف داش بالكامل. فبصير عندنا الاكس بصير اكس داش زائد واي، واي داش داش بتصير واي، والزد داش داش بتصير زد ضرب افتح القوس الواي بتصير واي داش، والزد بتصير زد داش، وهي بتساوي الاف 2 داش. فحسبنا الاف 2 داش بطريقه ايش الدول والكومبلمنت. لو رجعنا لورا طلعنا فوق هنلاقي انه الحساب القيمة الاف داش من الاف، تمام، هي بالضبط القيمة اللي طلعناها هذا اللي هي اكس زائد واي داش زائد زد ضرب اكس زائد واي زائد زد داش، اللي هي نفس هذه طلعت عندنا ايش؟ عندنا هان اكس زائد واي داش زائد زد ضرب اكس زائد واي زائد ايش؟ زد داش. فعملناها بالطريقه الرياضيه المطوله نفس اللي عملناها بالدول وقلب وقلب ونقلب نجيب الكومبلمنت لكل لترال. وبالنسبه لاف 2 اللي هو اكس ضرب واي داش زد داش زائد واي زد بين قوسين كله داخل اقواس في الداش هذه، تمام. هي جبناها بالدواليتي، هتلاقي الناتج عندنا هو اكس داش زائد واي زد داش زائد واي داش زد، هو نفس اللي طلع عندنا جواب هنا اللي هو اكس داش زائد واي واي زد داش زائد ايش زائد ايش واي داش زد، تمام. ف يعني اللي هي هي اكس داش واي زد واي زد داش، ممكن ندخلهم مع بعض بيطلع الجواب زيك في الاخر، بس عمليا هي اف 2 داش الناتج عندنا هان بالكومبلمنت والدول للاف 2 عشان نجيب الاف 2 داش، هي نفس المعادله هنا اللي هي هنا. طبعا هم كمل هنا خطوه زياده في الحل، فكاتب هان اكس داش زائد واي زد داش قلب شو اسمه وموزع الداشات زائد واي داش، بس هذه مش طلعوش على الخطوه الاخيره، الخطوه اللي قبل الاخيره حتلاقي نفس الناتج مع التبسيط مع بالحل هذا لما جبنا الايش معكوس الفانكشن 2 او الكومبلمنت مع الفانكشن 2 اللي هو الدول اكس دول فانكشن 2 ايش داش، تمام. هذا بالنسبه للمحاضره اليوم فيما يتعلق في الفانكشن الجبر البوليني ودوال الجبر البوليني وتبسيط وقواعد معينه وما الى ذلك، وان شاء الله بنكمل المره الجايه موضوع فهم القواعد الجبر البوليني والتبسيط وكل اللي حكينا عنه اليوم هذا في قواعد التبسيط وقواعد الجبر كلها مستخداماتها مهمة جدا، انها جاية في التمرين الجاي الاساينمنت الثاني، ومهمة جدا في الامتحانات، ومهمة جدا بشكل عام في كل ايش ما يسمى في الديجيتال او التكنولوجيا الرقمية. فان شاء الله بتكونوا مهتمين بالموضوع وتدفعوا له كويس وتحاول تفهموا كويس، وان شاء الله اذا في حاجه لاي لقاء مفتوح حتى مباشر عشان نشرح اشياء مش مفهومه، فبنحدد له موعد ونخش على الزوم او الجوجل ميت وبنستنى نعمل لقاء مفتوح سين وجيم عشان يتم ايش توضيح كل الامور التي ايش ربما تكون مش واضحه 100% من الشرح.